نحمد الله ونشكر على أننا نعيش في أرض طيبة كريمة كعمان وتحت ظل قيادة حكيمة مستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأدامه ذخرا وسندا لهذا الوطن. بعد تلك المشاهد الجميلة للعامرة مسقط نواصل معكم قهوة الصباح والحديث مثل ما أسلفنا سيكون حول رعاية الأبناء واحتوائهم في الإجازات الصيفية. دائما نقول لطالما كان وقت الفراغ هو العدو اللدود للإنسان إن لم يستثمره بالشكل الصحيح. لذا اليوم من خلال ضيفتنا الكريمة سنتعرف على بعض الطرق بعض التقنيات اللي من خلالها فعلا أبنائنا راح يستفيدوا إن شاء الله تعالى من وقت الفراغ في إجازتهم الصيفية. كل ذلك وغيره بوجود الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتية أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية دائرة شؤون الأحداث. صباحات الخير لك أستاذ نقاء، سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. صباح النور والسرور وأنا أسعد، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا من جديد أستاذة نقاء. أستاذة، الواقع الجديد بكل متغيراته المتسارعة فرض تحديات أيضا اللي ممكن تواجهها الأسرة عموما لتربية الأبناء واحتوائهم. نحن اليوم نتكلم عن موضوع عموما جدا مهم، مثل ما ذكرت ممكن يهم أيضا شريحة مختلفة من شرائح المجتمع. خلينا هنا نتحدث عن طرق رعاية الأبناء واحتوائهم في الإجازة الصيفية تحديدا. بالضبط. حقيقة يعني موفقين في اختيار هذا العنوان وفي وقت مناسب جدا، يعني كون انه يعني من خلال ما ترد يعني من خلال ما يردنا في العمل ان تزداد نسب بعض المشكلات في فتره الاجازه الصيفيه. ولذلك تتعدى طرق الاحتواء وتتعدى طرق الرعايه للابناء في الاجازه الصيفيه بتحديدا، خصوصا اذا تتحدثنا عن صنفين من الاسر. في أسر اللي تكون فيها الأم متفرغة، وفي أسر تكون الأم عاملة. يمكن واحد يقول ليش إحنا دوما نذكر الأم؟ لأن يبقى دور الأم في احتواء الأبناء في رعايتهم جوهري، كونها هي أقرب إلى احتياجات الأبناء إلى تطلعاتهم. في الإجازة الصيفية أولا أهمية إعطاء الأبناء الفرصة في أن يضعون البرنامج مع الأم والأب، يعني هذه أول نقطة. أول شيء تفهم نفسية الابن أو الطفل أنه هو خرج من جو دراسي إلى جو يريد أن يترفه فيه. إذا يعني هذا النقطة الأولى، أني أنا كأب وأم أبتعد عن أسلوب السيطرة، أسلوب التسلط، أنه يجب أن تكون الإجازة وكأنما أنا أعيد مدرسة أخرى، يعني هذا بعيد جدا عن بعد جو الإجازة. واضح. فأنا أول شيء أني أراعي أن الولد خرج من ضغط دراسي إذا جاز التعبير، أو من جو مدرسي إلى جو يريد أن يترفه فيه. هنا هذا أول شيء، أني أتقبل هذا الجانب، أنا كولي أمر أتقبل هذا الجو. ثم بعد ما أنا أتقبل أنه هو في جو إجازة، معناته في بعض الأنظمة اللي أنا كنت كولي أمر فارضها على الأبناء في فترة ما قبل الإجازة تختلف هذه الأنظمة. صحيح. في فترة ما بعد في الإجازة الصيفية. نعم. فإذن أول شيء تقبل، ثانيا الأنظمة تكون مرنة تتناسب مع جو الإجازة. هذا لا يعني أني أنا أسمح لأولادي أن يسهرون أن, أن, أن يقلبون الليل نهارا والنهار ليلا، ولكن هناك بعض الأنظمة الصارمة اللي أنا كنت متخذتها في فترة الإجازة، أنا أحاول أني أنا أراعي التقلبات والتغيرات في فترة الإجازة، كالسهرات العائلية، كالسهرات مع بعض الأصدقاء، مشاهدة بعض الأفلام الاجتماعية الأسرية، يعني نتحدث إن شاء الله. لكن هي أهم نقطتين، التقبل و مراعاة التغيرات التي تحدث في فترة الإجازة. نعم، ولكن كيف تتم هذه الخطة الآن كخطوات عملية أستاذ نقاء؟ يعني دور الحوار البناء ما بين ولي الأمر، ما بين الأب والأم وكذلك الأطفال في وضع جدول وبرنامج جدا مناسب، سواء كان ترفيهي أو أيضا في ذات الوقت يستفاد منه كنوع من التعليم والتثقيف. ثقافة الحوار هذه ثقافة يعني جميل جدا أن, 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 أن نبثها في الأسر. ممتاز. وأن نشيعها في الأسر، كون أن نحن اليوم في مثل ما تفضلتي حوراء في البداية واقع التواصل الاجتماعي فرض علينا غياب ثقافة الحوار داخل الأسرة. ضيق الوقت، ضيق وقت الآباء، ضيق وقت الأمهات، إيش اللي يحدث؟ اللي يحدث أنه تأتي الأم
يأتي الأب ما عنده وقت أن يتحدث مع أولاده، يصطدم بواقع أن أولاده أو أولاده داخل المنزل في عندهم نوع من التسيب أو من ضياع الوقت. يأتي خلاص هذه الإجازة يجب أن نضع هذا البرنامج، وكأنما عملية فرض وعدم إشراك الأبناء. ليش؟ لأن هو مشغول، لأن هي مشغولة الأم، بالتالي ما عندنا وقت نتحدث مع أبنائنا. يأتي دور الحوار اليوم، هذا الحوار الذي منطلقه القرآن الكريم أساساً. كل القرآن عبارة عن حوار، كل القرآن عبارة عن حوار، وحوار الله مع إبليس، وحوار الله مع الملائكة، وحوار الله مع هذا حوار الله جل جلاله. وبعدين يجيني حوار الأنبياء وحوار الرسل. يعني ثقافة الحوار هذه ثقافة يجب أن فعلا تكون في كل منزل. في الإجازة الصيفية نجلس جلسة عائلية، نجلس جلسة عائلية بعد ما خلصوا الأولاد الامتحانات، وجلسة وأخذوا قصة من الراحة لكم يوم. نأتي اليوم أخذنا قصة من الراحة بدون قيود، بدون أنظمة كثيرة. يلا الحين يا أولاد لنضع، أنتم تضعون البرنامج. ليش؟ لأن كل ولد عنده ميول، كل ولد عنده كل طفل عنده اهتمامات. قد يكون شخصا واحد من الأطفال عنده رسم، واحد يريد خط، واحد يريد فن، واحد يريد عزف، واحد مختلف الميول. لكن نضع قواعد عامة أسرية. حلو. نجيب ورقة. أنا أتذكر لما إحنا كنا أطفال كانت الوالدة الله يحفظها في بداية كل إجازة صيفية، على كل على رغم البساطة، لكن كنا نضع جدول مثلث. إلى الآن شوفي يعني كيف هذا، كانت تضع الوالدة جزء مثلث، نضع فيه جزء من عنده جانب ديني، جانب ثقافي، جانب رياضي، جانب عدة أمور، وهذا في متناول يد كل أم وكل أب أن يضعون هذا الجدول. لذلك الخطوات العملية هي أن أنا أضع مع الأبناء، أجلس جلسة، سواء أختار حديقة، أروح على بحر، أجلس جلسة عائلية، لكن تكون بعيدة عن جو الرسمية، جو الانتقاد، جو الاستهزاء، جو السخرية، جو أنه ما منكم فايدة. الأبناء إذا ما شعروا بتقدير وبتعزيز وبتشجيع، وأن هذا جو أسري ممتع وحوار أسري ممتع، نحن الذين نضع هذا الجدول بالضبط، ونحن الذين نتخذ هذا القرار. وهناك عواقب في حال لم نلتزم نحن كأبناء، هذا يجعلهم هم قادرون على، يعني أنا هنا أضرب عصفورين في حجر. أعلمهم مهارة اتخاذ القرار، مهارة إبداء الرأي. إنزين، يعني إحنا الأسرة هي المحضن، مهارة إبداء القرار، مهارة إبداء الرأي، مهارة احترام الاختلاف الآراء، وأيضا مهارة الالتزام وتحمل المسؤولية. لا. فهنا نضع الجدول، جدول سواء كان أولا القراءة اللي هي باتت مع وجود وسائل التواصل باتت مع الأسف الشديد أقل شيء. ممكن أني أنا أرضى بأقل القليل من قراءة الأبناء، لا أفترض أن أولادي يقرؤون كتب ومجلدات، لا، أخذ معهم كل على حسب عمره مع وسائل تحفيزية. لو قرأت هذا الكتاب زين، كل يوم تقرأ صفحتين زين، هذه الصفحتين نجي نحن نتناقش فيها داخل الأسرة آخر الأسبوع مثلا. يعني المتابعة مع وضع جدول، إذن جانب مهاري، جانب رياضي، جانب تفكير ناقد، فأضع مجموعة كل على حسب. واحدة مثلا ممكن يجي سؤال زين، أنا عندي أطفال مختلف الأعمار، أعمل برنامج لمختلف الأعمار. وبعد سياسة التفويض للأبناء الأكبر عمرا في الاهتمام بإخوانهم الأقل عمرا، خصوصا في مجال قضاء الوقت. يعني أذكر لك مثال بسيط بس من باب يعني شيء بشيء يذكر. جلست مع الأولاد إن إيش ممكن إن نعمل برنامج لإخوانهم الصغار، فتعرف الحين ما شاء الله الأنشطة كثيرة فابني، فقلت لهم أنا بدل ما أدفع لمؤسسة أو لمركز صيفي مبلغ وقدره، إيش رأيكم إن أنتوا تشتركون، أنتوا الكبار تشتركون في وضع برامج لإخوانكم الصغار، وأنتوا هذا المبلغ أنت اللي تستفيد منه. فالمقصد أنه لما يكون الأبناء شركاء في وضع البرنامج يكون أكثر جدوى في التزامهم بالبرنامج، أكثر ما أنت تجيهم وتعطيهم برنامج غصبا عنهم.
طيب أستاذة، كلامك جدا رائع بالفعل حول هذه الأنشطة الصيفية وكيف بالفعل ولي الأمر يحتوي عموما ابنه خصوصا في الإجازة الصيفية، ولكن نحن ما زلنا نؤكد على هذا الواقع الجديد اللي يفرض الكثير من التحديات كما ذكرنا في تربية واحتواء الأبناء سواء في الإجازة الصيفية أو غيرها. يعني هناك يمكن فئة معينة من الأطفال أو من الأبناء نوعا ما يعني عندهم صفات وشخصيات فيها نوع من العناد، يعني هم متعودين مثلا يوميا يلعبوا الجيم اللي هي مثلا الألعاب الإلكترونية وما يستغنوا عن هذه الألعاب، حتى لو سويت لهم برامج وأنشطة تجذبهم وترفيهية ويمكن حتى أدخل فيها نفس هذه التكنولوجيا، فكيف ممكن من ولي الأمر يقدر بالفعل يتعامل مع هذه الفئة من الأبناء؟ صراحة سؤال جدا جوهري ومهم جدا، لأنه فعلا أنا أعتقد ما في بيت اليوم يعاني ويشتكي من هذا الموضوع. بالفعل يعني هذا هو الواقع. لو تجلس مع الواقع الأمهات والآباء يعني نشملهم بالموضوع، لأن هم جزء لا يتجزأ وشريك في التربية. شوفي، هي وضع الأنظمة والقوانين جدا ضروري في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية. صحيح هو واقع وهو فرض علينا، ولكن إحنا ما رح نستسلم له، لأنه الجرائم اللي جالسة تصير من خلال إدمان الأبناء لهذه الوسائل سواء هم كانوا قاصدين أو غير قاصدين، المشاهد الإباحية اللي قاعدين يتعرضوا لها، الرسائل العنف اللي قاعدين يعني تتشرب عقولهم في الواعي واللاواعي، انحلال القيم، هذا لازم نكون وعي بمخاطر هذه الإدمان على هذه الأجهزة. زين، ولي أمر عنده نقطتين. النقطة الأولى أن يسخر هذه الأجهزة في تنمية مهارات الأبناء، أن أقتني الألعاب التي تساهم في زيادة معرفتهم، زيادة تفكيرهم، زيادة قدرتهم على حل المسائل الرياضية أو على بناء مدن، على الديزاين، على تصاميم. يعني أوجه تفكير الأبناء لاستخدام وسائل الألعاب الإلكترونية في مجال ما يساهم في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والذهنية. هذا أولا. رقم اثنين، أن تكون هذه الأجهزة في مكان يكون في محط أنظار الأهل. نعم. مو بعيد عن محط أنظار الأهل. في ضوابط لاستخدام، يعني إحنا نشدد على أهمية ضوابط استخدام هذه الوسائل. قد تصطدمين مع الأبناء في عنادهم، في بكائهم، في تمردهم، لكن أنا أقول هذا شيء متوقع جدا. جدا متوقع، بس أنت لما توفرين بديل داخل الأسرة، أنا أقول لك، وأنشطة داخل الأسرة بوجود الأم والأب بكيانهم ككل، أنا هذا اللي أقول. يعني كثير من الآباء يقول إحنا بالبيت موجودين، إذا أنت وينك؟ أنت وينك؟ ممكن هي على أجهزة التواصل، يمكن هي مهتمة أو هو مهتم بما يكتبه الأصدقاء وما ينشره الأصدقاء أكثر ما هو مهتم بوجود هذا الابن اللي جالس جنبه. صح. واضح؟ فالمقصد الأبناء ترى يلجؤون إلى الأجهزة الإلكترونية وإلى الإدمان إلى الألعاب عندما لا يجدون جواً مؤنساً داخل المنزل. بالضبط. شوفي، أنا كثير من الأحيان أقول نجلس مع الأبناء، لكن ما هي التجديد في جلوسنا مع الأبناء؟ هل نطرح أفكار جديدة أم أن جلساتنا مملة مع أبنائنا؟ أبنائنا يشعرون بالأنس، ولذلك مع وجوده إحنا شوفي، ما لأن إحنا نمنع نحجب هذا خلاف العالم بما يسير فيه العالم اليوم، احنا العصر الرقمي. صحيح. لكن أهمية أن نوجه تفكير أبنائنا لاستخدام هذه الوسائل بما يفيدهم وبما يفتح آفاقهم على مصادر معرفية جديدة والاطلاع على ما يدور في العالم بما يتناسب. فهنا يعني نرجع نقول دور الأسرة في وضع الضوابط والأنظمة والقوانين، وحقيقة يعني هناك الكثير من البرامج، خلص ساعة من ساعة 5 لساعة 7 والإنترنت يتسكر مثلا، أنا أقولهم مثلا الأولاد خلص إلى ساعة 12 نفرض أو ساعة 11، كل عائلة إلها قوانينها، لكن يعرفون يوم يومين ثلاثة أربعة يعاندون،
خلاص يستسلمون انه طبعا. في برامج اخرى موجوده في الجدول. يعني على الرغم من هذا الاصطدام اللي راح يحصل ومثل ما ذكرنا شيء متوقع صحي. ايه بالضبط. وعلى الرغم من الصعوبه الكامنه في هذا الموضوع جد. وتحقيق الامر جد. ولكن هناك اباء وامهات ومربين شطار ما شاء الله تبارك الله عليهم الله فعلا يديروا العمليه بكل احترافيه بكل اتقان صحيح. لكل ما من شأن فعلا انه تكون هذه الاسره اسره يسودها الحب والألفة والوئام بمشيئة الله تعالى. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا على كل هذه الإيضاحات الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتية أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية دائرة شؤون الأحداث. شكرا لك أستاذ نقاء. الله يعطيك العافية. شكرا لكم. إذن مشاهدي الكرام ما زلنا معكم في هذا التطواف الصباحي في برنامج قهوة الصباح. أكيد محطات مختلفة ومتابعات مستمرة ولكن بعد الفاصل سنواصل فخلوكم معنا.